متابعي ان فاست تي في، كيف ما كتشوفوا كنتواجدوا الان في فندق ديال الخالوف في منطقه سيدي مومن. جينا اليوم باش نسلطوا الضوء على واحد المبادره اللي كتهدف للتحسيس والتوعيه باهميه الحفاظ على البيئه في هذه المناسبه ديال عيد الاضحى. والان معنا السيده ملكه سعاف اللي هي رئيسه ديال جمعيه سلمى للاعمال الاجتماعيه، اللي غادي تعرفنا وتقربنا اكثر من هذه المبادره. اهلا سيده ملكه، قربينا اكثر من هذه المبادره وكيفاش جاتك الفكره ديال هذه المبادره؟ فكيف ما كنعرفوا بهذه المناسبه، اولا وقبل كل شيء كنتمنى دوز يعني هذا العيد يلقانا بخير وعلى خير، ودوز الاجواء ديالو في اتم الصحه والسلامه. فالفكره بما انكم كتعرفوا العيد يعني لا قبل ولا بعد، فكتكون بزاف النفايات. اذا احنا باش نسهلوا الماموريه على عمال النظافه، فخصنا فاش غادي نجمعوا هاد النفايات؟ اذا جاتنا هاد الفكره باش نفرقوا هاد الاكياس البلاستيكيه، وخصنا نحاولوا نستعملوا يعني تكون طريقه صحيحه باش نستعملوا هاد الاكياس. يعني خصنا منين نديروا النفايات فيها نحاولوا نحزموها ونحطوها حدا حاويه الازبال، باش من يجي عامل النظافه فغادي يلقى العمل سهل عليه. والاشاره للعامل النظافه فهو من الناس اللي كي اكثر تضررا في هذه الاونه هذه، لانهم هما اللي مسؤولين على انهم يحافظوا على النظافه ديال الاحياء، فحنايا كان خاصنا نعاونوهم. فبالنسبه لهذه المبادره ديالكم شنو فماشي غير عمال النظافه اللي هما مسؤولين على نظافه الحي، وانما راه كلنا مسؤولين. يعني كل واحد خاص يؤدي الواجب ديالو في هذه المناسبه هذه، لان راه كيكون في واحد الشقاء. خاصنا نساعدوا بعضياتنا باش داكشي باش الازقه تبقى نظيفه. وهذه المبادره ديالكم شنو اين جهه كتستهدف بالضبط؟ واش غير الحي ديالكم ولا يعني المنطقه ديال سيدي مومن كامل؟ فبالنسبه لي انا نورمالمون اول حاجه هو الحي ديالي يعني، ومن طبيعه الحال كاينين اعضاء اخرين اللي غادي يوزعوا في احياء اخرى. ف يعني في سيدي مومن سيدي مومن كله يعني راه غادي تفرقوا فيه الاكياس البلاستيكيه. يعني هذه العمليه ما خاصهاش غير بالجمعيه ديالكم، وانما هي كاينه خاصه بجميع الجمعيات خدام يعني هذه البادره الجميله اللي غادي تساعد الاحياء باش يحافظوا على النظافه ديالهم. بالنسبه للاكياس كنلاحظوا ان فيهم كيحملوا الشعار ديال كازا بيئة، واش كازا بيئة هي الجهه اللي راعيه لهذه المبادره هذه؟ من طبيعه الحال فهاد الشركه فهي اللي عطات يعني اللي ساهمت المساهمه الكبيره باش نديروا هاد البادره، واللي غادي تساعد الجميع باش نحافظوا على نظافه المدينه كامله. شنو الرساله ديالك اللي توجهها يعني الساكنه ديال مدينه الدار البيضاء والمواطنين المغاربه بصفه عامه في هاد المناسبه هادي؟ فكنتمنى جميع الساكنه وجميع الناس ديال المدينه الدار البيضاء باش يوعوا بهذه البادره هذه، ويحاولوا يستعملوا هذه الاكياس البلاستيكيه حسن الاستعمال. يعني هي تعطات للنفايات فتبقى للنفايات. وكنشكروا كل من عنده يد مساهمه في هذه البادره هذه. في الاخير بغينا نعرفوا واش هذه البادره ما يمكنش ان تكون معممه لبقيه السنه، يعني ماشي خاصه غير بهذه المناسبه هذه، لان كنعرفوا بان كاين واحد التراكم ديال الازبال فعلى طول السنه ولا كنشاهدوا غير هو كيتزاد شويه في هذه المناسبه. من طبيعه الحال فالنفايات ضروري خاصها تجمع في اكياس بلاستيكيه وتبقى تلاح في الحاويه يعني بالكيس ديالها، ما تشتتش باش هذاك العامل ديال النظافه حتى هو ما يحش بهذاك العياء، لان الا جا ولقى كيس بلاستيكي مجموع ومحزوم غيهزو بسهوله، وتا هو غادي يمشي خدام خدمته وخدام وفرحان. كان هذا هو لقاءنا اليوم، وهذه المبادره اللي بدات من منطقه سيدي مومن، وكنتمناو انها تعمم على باقي مناطق الدار البيضاء وباقي مناطق المغرب في هذه المناسبه هذه. ومبروك عواشركم.